حب يمثل، سواء حتى طلع بقى يمثل ابتدى يقلد. والتقليد ده بيبقى فيه نوع من يعني اذا كان في وسط اصحابه في وسط اهله في وسط بتاع ابتدى يقلد ابتدى يعمل حاجه، انه ما طلعش اول ما طلع وقعد يعمل حاجات كده كانوا يضحكوا عليه الواد ده مش عارف ايه الواد ده يبقى ممثل وبتاع ويروح الحاجات كده فبيبتدي هو صغير. بس انا اشتغلت يعني كوميدي من صغري يعني وكده وفي الجامعه وكده. طب كانت ايه ادواتك؟ ادواتي شكلي حركتي ادائي يعني اعتمدت على الشكل والاداء مش لبس وتغيير يعني لا ما كانش في لبس ساعتها لا كان يعني كان في لبس ساعتها. طب الـ احنا لاحظنا ان في مدارس بتطلع مدارس كوميدي بتطلع منها المدبوليزم والمدارس التانية والمدارس دلوقتي الشباب هل انت تنتمي لاي من المدارس دي؟ انا انتمي لمدرسة نجيب الريحاني عن طريق الاستاذ فؤاد مهندس. الله. يعني هو نفس المدرسة وهو اللي علمني. لا هايل يعني انا دراسات عليا. انت دراسات عليا جدا. طب بمناسبة الدراسات العليا انت التاريخ بالنسبة لك ايه؟ يعني اصلا انا سمعت حاجة، هل انت بتحب التاريخ؟ انا احب التاريخ بس عشان اعرف النهاردة كام في الشهر بس. طب لو اقول لك على شخصية تاريخية عشان ده مرشد سؤال مهم ده؟ مهم هنري الرابع. هنري الرابع ولورنس العرب. لورنس العرب وهنري الرابع. لورنس العرب طبعا عندك فكره عن لورنس العرب. لورنس العرب عندك فكره عنه؟ طبعا زميل يعني زميل. انا اشتغلت معاه على فكره حقيقة؟ اه طب كويس. لا عشان انا سمعت في منشط قريته قالوا لي ان نور الشريف لاسباب ما عشان اتجه للاخراج ان هو اختارني مش اختارك لا المخرج الاجنبي هو اللي اختارك كبديل انك هتعمل هنري الرابع وانك اوريدي اعلنت انك هتعمل عمليه لعينيك. ليه هو هنري الرابع ما كانش احول؟ ما اعرفش. وبعد كده جه ترشيح انه لما يعملوا بدل الثانيه بتاعت لورنس فاريبيا بيقولوا الترشيح استمر انك انت تعمل الدور اللي عمله النجم العالمي عمر الشريف. فقول لي بقى اولا يعني هل حقيقي حكايه العمليه دي؟ او لا انت قول لي اولا هل حكايه الفيلم ده هي اللي حقيقي؟ حقيقي لا حقيقي جد اتقال كده فعلا. وبعدين في حاجه تانية بالنسبه لهنري الرابع فعلا يعني قالوا انك انت هتعمل الدور اللي كان هيعمله نور الشريف. هل ده يستدعي منك مثلا هتبقى اسمه يعني نور الشريف هنري الرابع لورنس فاريبي عمر الشريف هتبقى ايه؟ منتصر شريف. بالله شريف شريف هتغير الاسم. انت عشان تبقى عالمي لازم تبقى شريف. طب بس ايه رايك انت في وضع زي كده في حاجه زي كده؟ هل فعلا حكايه العمليه دي؟ والله اذا كانوا هم بيقولوا ان انا هعمل الدور ده فانا هقول لهم ان انا هعمل العمليه. طب كويس يعني عشان ما دام المساله رضوى يا رضوى عشان ايه الاواله بواله استاذ منتصر شوف بنفسه. طب انا القهوه بتاعتك دي اللي طلبناها قبل التصوير بساعتين. ادوات الصور يا استاذ. طب ايه بقى حكايه اللي انا اريد دلوقتي ده سفرك لبيروت وان كان في بيقولوا معاد هناك مع راقصه شابه. ايوه. ورحت هناك. ايوه. واكتشفت لما رحت هناك ايوه انها مرتبطه بحد تاني غيرك. بالظبط. طب عملت ايه بقى؟ ولا حاجه اصل انت عارف الجواز اسمه نصيب يعني. لا ده غير الجواز. ولا ايه؟ ده غير الجواز يا منتصر. مكتوب ايه؟ حاجه مش ممكن. علاقه عاطفيه بين المنتصر بالله وراقصه شرقيه. سافر منتصر بالله الى بلد عربي شقيق وقد سبقته الى هناك راقصه شرقيه وقام بحجز الفندق ودفع ثمن التذكره لها من حسابه الخاص.
والمفاجأة أنه عندما لحق بها اكتشف أنها على علاقة بشخص آخر. إيه رأيك حاجة زي كده؟ هو الخبر ده يعني تقدر تقول ان هو اتأخر شوية لانه الموضوع ده من فترة شوية يعني من فترة. حوالي شهرين تقريبا. اوكي. كان في شهر سبعة اخر سبعة سنة 2000 يعني. انه تعرف الانسان معرض ان هو لأي علاقة بتبقى عاطفية. صح. وبتيجي ورغم ان الواحد متجوز ومخلف وكده. اه طبعا. دي ملهاش دخل خالص. فكان اصرارها ان احنا نتقابل في بيروت وانا الشدة ولهي بيها يعني. هي كانت هي على المستوى الانساني انسانة عظيمة جدا جدا. وعلى مستوى عالي من الجمال. فارتبطت بيها عاطفيا بشكل فترة كتيرة يعني. لان اتفقنا احنا نتقابل في بيروت وسافرت بيروت. قعدت حوالي اسبوع والمفترض ان هي تبقى موجوده هناك. ده من قد ايه؟ ده احنا كنا في المسرح مع بعض. بالظبط. ازاي بقى سافرت واحنا قبل ما نشتغل بقى؟ ايه ده مش احنا بنحكي قصه فيلم؟ قصه فيلم ايه؟ انا بكلمك جد. بكلمك على المرشد ده. المرشد ده ايه رايك فيه؟ مش يعني دي عايز اقول اشاعه يعني. اشاعه. انا اقول اشاعه يعني؟ لا لا. طيب جراحه دقيقة. مين هي دي اللي هتروح بيروت ومين الرقاصه اللي ارتبطت بيها؟ مش لازم يقولوا اسماء. ايه رايك في حكايه المانشيتات دي اللي بتطلع ساعات وما بيبقاش فيها اي نوع من الصحه؟ ايه رايك في حاجه زي كده؟ هو اولا ده نوع مشروع بالنسبه للجرايد والمجلات ان يكتبوا اشاعه بحيث ان هي ما تتحاسبش قانونيا. ان المنتصر بالله ينافس معرفش مين او انما قلت المنتصر بالله ان هو يروح بيروت مثلا دي انا ممكن ارفع قضيه على المجال. ما ده بقى يبقى في نوع معين بيبقى ايه زائد عن الحد. بيخش في الحياه الشخصيه بتاعت الواحد. يعني مثلا انا ايه انا كان نفسي اعمل مجله او باب في مجله اسمه اخبار الهجوم. يعني في مجله اسمها اخبار النجوم. اخبار النجوم. انا كنت عايز اعمل حاجه اسمها اخبار الهجوم. اخبار الهجوم ان انا اجيب منشط طلع على محمود قبيل واكتب ان محمود قبيل عمل كذا 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 اللي هو كتب. تمام. واجيب صوره محمود قبيل حاططها واقول لمحمود قبيل قول لنا رايك في الاشاعه اللي طلعت بجد اللي اتكتبت يعني. بس هي حكايه الاشاعات دي اللي بتطلع لدرجه ان انا وانت قاعد تقرا لي في الاول لما خدتني على مشان وقلت الاشاعات دي بتطلع من القاهره مثلا. ف وصلت مش لمصر بس الاشاعات بتوصل للشرق الاوسط كله. مظبوط. دليل انا كنت عايز اعمل واقول اشاعه الشرق الاوسط من القاهره واخدت برنامج. جراحه دقيقه المنتصر بالله. قرر المنتصر بالله اجراء جراحه دقيقه في عينه بسبب ترشيحه لبطوله فيلم هنري الرابع بدلا من الفنان نور الشريف. او مش بدلا هو نور رشحك انت بدال. فايه رايك؟ والله انا عايز نور الشريف طبعا. واحبه. حبيبنا كلنا. فنان جميل. واذا كان ده راي نور الشريف ان هو رشحني بداله يبقى دي اول سقطه لنور الشريف في حياته. نور الشريف ما يعملش كده. سبب تأخيرك في مشوارك الفني انك انت بتفكر في البيزنس اكتر ما بتفكر في الفن. مش معناه انك انت بتفكر في المادة. لا. في البيزنس. بيزنس. بتحب تملي مخك شغال في البيزنس وحاجات كده معرفش. واخر حاجة انا قريتها وانا من الناس اللي قلت لا. مش ممكن. مش ممكن. قلت كده. ان انت تملي اولا مطلوب في جهات كتير قوي في البلاد العربيه نوعا وتملي مطلوب قالوا انك انت بت اهو بتكون شلل معاك وبتروحهم وانك انت قررت ان شغلك المتعهد الفني دي اهم بالنسبه لك اربح انك انت تشتغل. طبعا
فده اللي اخرك بيقول ده اللي اخرك من وقت للتاني بتفضل انك انت. طب بس عايز افهم انا متاخر قد ايه يعني او لا؟ بيقولوا ان هو ان المنتصر بالله لو ركز على شغله بدون اي مش هيبقى له منافسين بقى. مش هيبقى له منافسين على طول يعني مش هيز ما فيش كونسنتريشن بالظبط بالنسبه للشغل بقى في حاجات تانية بتشغله حاجات تانية ما اعرفش بس بيزنس منها يعني. منها بيزنس منها بيزنس ان هو بيسافر متعهد حفلات بتاع ما اعرفش ايه في البلاد العربيه يعني اجيب جورج وسوف ومثلا اتفق معاه وما اعرفش لما نشوف بيقولوا ايه اقرا لك انا وتقول لي ايه رايك. منتصر بالله يعلن اعتزال التمثيل اعتزال التمثيل والعمل كمتعهد حفلات. قرر منتصر بالاعتزال التمثيل في السينما والتلفزيون والمسرح والعمل كمتعهد حفلات نجوم الغناء في مصر والعالم العربي. بالظبط. ايه رايك في حاجه زي كده؟ والله انا لقيت العمليه بتاعت التمثيل دي يعني معطلاني شويه. ليه؟ يعني مثلا انا قعدت حوالي 10 شهور في البيت السنه اللي فاتت. اشمعنى؟ هقول لك انا ازاي. يعني مثلا انا خلصت مسرح في اسكندريه في صيف 99 صح كان صيف 99 اللي هو شهر 9 حتى 10 11 12 1 2 3 4 5 6 اللي هو مفيش اعمال تلفزيونيه في اعمال تلفزيونيه في طلب اعمال تلفزيونيه لا معلش انا الاعمال التلفزيونيه اتقدمت لي عايز اقول يمكن نص اعمال رمضان اتعرضت السنه اللي فاتت اي بس انا فيها شرطين ان انا بحبهم في العمل نفسه نمره واحد يبقى جيد نمره اتنين دور يبقى فيه كويس فالاعمال بعض الاعمال اتقدمت لي واتعرضت في رمضان دي كانت اعمال جيده جدا بس دوري ما هواش على المستوى اللي انا حققته قبل كده وعايز اقول يعني هذكر عمل بس واحد مش هقول بالاعمال ام كلثوم ففي اعمال كتير اتقدمت لي بس انا يا اما العمل نفسه وحش يا اما دوري فيه مش على المستوى ان انا اعمله فانا اضطريت اقعد في البيت يعني انا احترم نفسي ان انا اقعد في البيت احسن ما اعمل عمل. طب ايه حكايه بقى ايه الفيلم ان شاء الله اللي انت بتفكر فيه و لا جد بقى بطولته عمل ولا بطولته انك انت واخد بطوله هذا الفيلم في فيلم بيتعمل لك مخصوص انت في فيلم بيكتبه الاستاذ يوسف معاطي ايوه وفي فيلم بيكتبه الاستاذ مدحت العقل ايوه فيلمين الفيلم مزبوط. اللي هيخلص في الاول باذن الله ده اللي هتبتدي عشان كده انت مأخر اي حاجه تانية يعني مركز ده مخليني برضو ان انا مقلل في الفيديو بس في الفيديو ما اتعرضش عليا دور يخليني انا حتى لو اتعرضت عليا دور كويس حتى لو انا هعمل الفيلم هعمل برضو الدور كويس باذن الله بعد نجاح ان شاء الله بعد نجاح الفيلمين دول ان شاء الله هتسيب الفيديو خالص ولا برضو ايه مصير الفيديو معاك وايه مصير المسرح؟ لا المسرح ما تتكلمش فيه انسى المسرح لان انا لو اشتغلت فيديو اشتغلت سينما اشتغلت بتاع فجل هو خريج زراعة سينما هتشتغل مسرح بقى ايا كان حتى بعد نجاحك ان شاء الله سينمائي وانشغالك بالسينما ما اقدرش بصحتك لا ما انا مش معقول هفضل اشتغل سينما مش هعمل اربع افلام ايه السينما بالعكس شغل السينما مريح ماشي وشغل المسرح اريح